حسام حسني ناقش وبنجاح رسالة الدكتوراه تحت عنوان الظواهر الغنائية الجديدة في الأغنية المصرية الشائعة في العقدين الأول والثاني من القرن 21. حسام حسني استعرض كتير من التجارب الشبابية اللي حصلت خلال الكام سنة اللي فاتوا، طبعا بشكل أكاديمي إنما كمان بنوع من الاقتراب من تجارب الشباب. درجة الدكتوراه اللي حصل عليها من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان أخدها بدرجة امتياز، وكان حاضر المناقشة صاحبه وحبيبه وابن جيله هشام عباس. الرسالة بتاعتي بتتكلم عن الظواهر الغنائية الجديدة في العشرين سنة اللي فاتوا، يعني من سنة 2000 لسنة 2020. ايه اللي حصل في موسيقانا؟ ايه الاشكال الموسيقية اللي ظهرت؟ هو ده اللي الباحث بيتكلم عنه. يسعدني اليوم مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث حسام حسن حسني استكمالا للحصول على درجة الدكتوراه في التربية الموسيقية قسم النظريات والتأليف. تحية خاصة لحسام ان هو بعد العمر ده كله قرر ان هو يدرس تاني ويشتغل بجد، واشتغل بجد وبجد، يعني انا بقول اشتغل بجد، يعني في ناس بتاخدها كده، لا هو كان عايز يتعلم بجد، دخل من الدبلومه من الاول عشان يقدر ينتج، وبعدين دخل ماجستير وعمل رساله كانت ما شاء الله جميله. السنه بتاعت الماجستير كانت بتتكلم عن ظاهره الفرانكو اراب في الاغنيه المصريه، لكن وجدت من اول ما دخلنا سنه 2000 في الميلينيوم الجديد ان في ظواهر غنائيه ظهرت في مصر ما كانتش موجوده قبل كده. ويمكن انا ذكرت ده في الرساله، قول معايا الراب، اغاني الراب واغاني التراب، اغاني المهرجانات. فانا حبيت ارصد ده بشكل علمي في اطار علمي واقدمه للناس على هيئه بحث علمي، بحيث اللي يجي بعدي يحب يعرف حاجه عن الموضوع يقرا الرساله فيستفيد منه. وبعد مناقشة الدارس علينا في موضوع البحث، وبعد الاطلاع على نتيجة البحث، وبعد المداولة، قررت اللجنة بإجماع الآراء التوصية بمنح الدارس حسام حسن حسني أحمد درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الموسيقية تخصص نظرة وتأليف علوم الموسيقى. فرحانة وسعيدة جدا جدا بحصوله على الدكتوراه، وطبعا ده بعد معاناة وتعب جامد، وربنا حقق له الأمنية اللي هو كان بيتمناها. هو تعب والمجهود بصراحة كان كبير جدا عليه، والرحلة بدأت من أيام الماجستير أصلا. كون إن هو يرجع تاني الكلية ويرجع لأساتذته، هو دايما كان بيكلمنا قد إيه تجربته في الكلية كانت تجربة حلوة. لما قال لي إن المناقشة عن الظواهر الغنائية الجديدة يعني انبهرت جدا وانبسطت جدا، فأنا بحييه وعايز أقول له إن أنا فخور بيك يا حسام. ألف مبروك لدكتور حسام حسني. ألف مبروك يا دكتور حسام. دكتور حسام حسني، الشكر ليك لحاجتين. مبدئيا فكرة مواصلة العلم في حد ذاتها شيء محمود وجميل جدا، إنما كمان التواصل مع أجيال وأنماط جديدة والتعاون معها بدل الخصام معها، ده في حد ذاته محتاج تحية كبيرة لدكتور حسام حسن حسني.